اتكلمنا النهارده عن سر وجودك داخل المهرجان الافرو صيني، ما يمثله لحضرتك؟ انا بعتقد ان تبادل الثقافات وفنون الشعوب شيء شديد الاهميه. من حيث المبدا، انت كلنا عارفين ان الفنون وظيفتها في الحياه الارتقاء بالحس الانساني وتهذيب النفس البشريه، فبعتقد ان احنا بنتعرف على ثقافات بعض وبيحصل ديالكتيك، يعني جدل تاثر وتاثير بيننا وبين ثقافه وفن الاخر، ده مهم جدا. وفي ظل الصراع الانساني اللي احنا بنعيشه، صراعنا ضد الارهاب وضد ظواهر العنف والتخلف ده، اعتقد ان القوى الناعمه اما بتدخل في المعركه بتبقى سلاح كمان مهم. حضرتك شايف ان ازاي هنقدر نعالج المجتمع المصري من خلال الاعمال الفنيه القادمه؟ أنا نعالج المشكلات اللي بتواجه المجتمع المصري. انا بعتقد انه الفنون وظيفتها في الاساس مش معالجه المشاكل، ولكن تسليط الضوء على المشاكل وتحليلها، مش وضع حلول. احنا مجرد ان احنا بنتكلم، لو انت حتى بتعملي فيلم عن حدوته غرام، انت في النهايه بتعملي عمل كويس، مش لازم تتكلمي على اشكاليه وعلى اعمال كبيره. الفن لو انت خلقتي جيل متذوق للفنون فقط، انت ضمنتي ان مش هيطلع فيه واحد ارهابي.